لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العمل على تقوية الأمة في مراحل الضعف عبادة يتقرب بها إلى الله. أمة أثخنتها الجراح ومزقها الألم، وأنت منتسب لها، فماذا أنت صانع؟ هذه الأمة أمة تمزق، أثخنتها الجراح، التحديات كبيرة وضخمة على جميع المستويات. أخرج من واقعك، أنا لا أتكلم عن حيك ومنطقتك، بل أتكلم عن أمة مترامية الأطراف، أثخنتها الجراح ومزقها الألم. الجرح غائر وأنت منتسب لها، فماذا أنت صانع؟ إياك ثم إياك أن تموت القضية، قضية التغيير والإصلاح في نفسك أولا، ثم في مجتمعك ووطنك ثانية. احذر من اليأس وكن أشد حذر من تجار التحبيط والتثبيط ومن يتاجرون في تيئيس هذه الأمة. الأوضاع صعبة جدا، ولكن لن نستسلم لمن يقول إنا لمدركون. وليس الحل في الاستسلام، بل حتى لو كنا في أشد مراحل الضعف والانكسار نقول إن معي ربي سيهدين، لأن الله سبحانه وتعالى محيط مطلع. يا شباب، الحل في العمل، العمل وليس الحل للسماع لمن يحبط ويثبط. ولا تنسى أبدا العمل على تقوية الأمة في مراحل الضعف عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.